اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في فقره تكنولوجي اللي نطلع بها دائما وعاده لمرتين تقريبا في الاسبوع باش نعرفوا اجدد الاخبار اللي نزلت في عالم التكنولوجيا من هواتف ذكيه وتكنولوجيا عالميه واخبار حتى علميه تقدروا تستفيدوا منها. اول خبر معنا اليوم من نتفليكس اللي قاعده تجري في محادثات لشراء المسرح المصري في قلب هوليود. طبعا هتسمع كلمه المسرح المصري هتقول طبعا انه هو موجود في مصر او كذا، لا هذا مسرح مصري موجود في قلب هوليود، يعني مملوك لشركه امريكيه غير هادفه للربح. بس حنعرفوا تفاصيل الخبر تو لما نقروه عليكم وهتعرفوا بعدين ليش هم يبوا يشروا المسرح المصري بالتحديد. قال مصدر مطلع ان شركه نتفليكس لبث المحتوى الترفيهي على الانترنت تجري محادثات لشراء المسرح المصري دار العرض السينمائي التاريخيه في قلب هوليود. واضاف المصدر ان الشركه ستستخدم المكان في استضافه العروض الأولى للأفلام وغيرها من الفعاليات، ولا توجد خطط في الوقت الحالي لبيع التذاكر للجمهور. ونتفليكس على خلاف كبير مع أصحاب دور العرض لأنها ترفض دأب صناعة السينما على عرض الأفلام حصريا في السينما اللي هي المسرح المصري لمدة 90 يوم تقريبا اللي هي مدة 3 شهور، وتعرض نتفليكس الأفلام في دور العرض وعلى الإنترنت في نفس اليوم أو بعد أسابيع قليلة من عرضها على شاشة السينما. وافتتح المسرح المصري في هوليود عام 1922 بالعرض الأول لفيلم روبن هود من بطولة دوغلاس فيربانكس. بالتحديد هي نتفليكس مؤخرا تدير في يعني نقدر نقول برامج ترفيهية على مستوى العالم، مؤخرا موجودة في الشرق الأوسط وفي مكتبهم في مصر بالتحديد، قاعدين يخدموا على المحتوى العربي بشكل كبير جدا، غير ان هم طبعا كبروا وجابوا يعني استقطبوا اشهر النجوم العالميين حتى في الستاند اب كوميدي، كيف مثلا كيفن هارت اللي قاعد متعاون حاليا مع نتفليكس ويدير في عروض عالمية في تور مثلا ل 20 و 30 دولة، ونتفليكس هي اللي تقريبا تاخذ في الحقوق الحصرية لبث نقدر نقول الايفنتات هذين اللي هم علاقه مثلا بالستاند اب كوميدي او المسلسلات او الافلام اللي قاعده تنتج فيها بشكل كبير جدا. قاعدين يحاولوا يطوروا من نفسهم اونلاين ان هم يكونوا موجودين بشكل كبير جدا وماشيين في نقدر نقولوا على خطى ثابته في قصه نقدر نقولوا البث المحتوى يعني على مثلا الانترنت او الامور هذين كلن، مش يعني متكلين كيف القنوات الاخرى اللي هي قاعده تخدم تشري في افلام معينه، لكن نتفليكس قاعده تنتج بروحها وقاعده تخدم اونلاين بشكل كبير جدا. الفكره من ان نتفليكس قاعده تخدم بروحها ليش في الفترة هذه بالتحديد قاعدة تحاول إن هي تسيطر على أغلب دور العرض اللي موجودة في أمريكا وفي الوطن العربي في بعض الدول؟ لأن أبل تي في قاعدة حتى هي تحاول إن هي تخدم على الشيء هذا. فهنا نتفليكس لقت منافسة في السوق ما بين أبل تي في وما بين أمازون حتى هي، فقاعدة تحاول إن هي تطور من روحها بشكل كبير جدا. فكرة إن هم يشروا دار عرض أو إن هم مثلا يكون في تأجير لدار العرض اللي هو المسرح المصري اللي موجود في قلب هوليود كانت تتواجه فيه مشكلة طبعا، لأن الشركة المالكة للمسرح اللي هي أمريكان سينماتيك قاعدة تقول إن هي شركة غير ربحية، فهي مش حابة إن يكون في بزنس بينها وبين نتفليكس. لكن أنا أتوقع إن مستقبلا حيوصلوا الحل بحيث إن هم ممكن يقدروا يا إما يشروا المسرح يا إما يأجروا. هذا كان خبر من نتفليكس، ونمشوا لي الخبر اللي نقدر نقول عليه مميز في فقرة اليوم اللي هو إقبال كبير على الهاتف الغبي في 50 دولة بالعالم. ليش سموه الهاتف الغبي؟ الله أعلم، لكن ممكن في الخبر هنفصله مع بعضنا ونعرف ليش سموه الهاتف الغبي. إذا كنت ممن سئموا من الهواتف الذكية التي باتت ترافقنا طيلة الوقت بعدما أوقعتنا في الإدمان التقني، فإن شركة أمريكية طورت هاتفا غبيا يقوم بمزايا محدودة. وأعلنت شركة لايت الأمريكية عن لايت فون 2 ثاني نسخة مما يعرف بالهاتف الغبي، وهو جهاز يمكن أن يجري مكالمات ويبعث رسائل فضلا عن الإرشادات إلى الاتجاهات وضبط المنبه، ولا يتيح أي خدمات أخرى. يعني التليفون اللي شفناه توا على الشاشة واللي حنشوفوه مرة أخرى موجود فيه أنك أنت تقدر تدير مكالمات فقط وتبعث رسائل، مش موجود فيه أي أبليكيشن، ما فيش أي شيء، هو نفس ما أنتم شفتوه على شاشة هيكي، شاشة فلات ما فيهاش أي شيء جديد. هذا فيديو يوضح لكم أكثر شنو هو الهاتف هذا اللي حينزل للسوق الفترة الجاية أو تقريبا نزل للسوق. وبحسب بزنس إنسايدر فإن هاتف لايت 2 يمتاز بحجمه الصغير ووزنه الخفيف، ولا يضم الجهاز كيف ما قلنا أي تطبيقات، وهو ما يعني أن مستخدميه لن يجدوا طريقة للوصول إلا المنصات الاجتماعية. وتم تزويد الهاتف بشبكة الاتصال من الجيل الرابع اللي هي LTE، وسيكون الجهاز متاح باللونين الأبيض والأسود زي ما بنشوف فينا على الشاشة توا.
ويأتي الإعلان على هذا الهاتف فيما كشفت دراسة لشركة فلوري أن الشخص الأمريكي يستخدم جهازه لخمس ساعات في المتوسط خلال اليوم الواحد. الجهاز هذا فعليا يعني أنا عجبتني الفكرة فعليا للناس المدمنة على الهواتف الذكية أو الإنترنت بشكل كبير جدا. في ناس تمسك في التليفون لأكثر من 8 ساعات في اليوم، طبعا غير متواصلة لفترات معينة، بس في ناس التليفون في يدها 24 ساعة. التليفون هذا ممكن يريحك شوية نفسيا من قصة الضغط النفسي اللي أنت يعني نقدر نقوله أنت خلاص عينك 24 ساعة في التليفون. لكن ميزة التليفون هذا تقدر تمسكه وشكله يعني جميل وكذا، وتقدر تستعمله وجديد، شيء جديد بالنسبة للسوق، وحتى انت نفسيا تقدر تخفف الضغط على نفسك من ان انت خلاص مش 24 ساعة انستغرام فيسبوك سناب شات كذا اللي هو البلاتفورم اللي موجودة عندنا او وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا. حتى انت في داخلك بعد فترة كبيرة جدا تحس روحك انك انت كنت مهمل في حق نفسك، انك انت مدمن على السوشيال ميديا او الانترنت. تقريبا اغلب الناس مدمنة على الشيء هذا، نحن ممكن هنا في الشغل او في اي مكان تلقانا لو ما نحكوش مع أصحابنا لمدة خمس دقائق تلقى ماسك تليفونه بشكل كبير جدا، وهذا شيء غلط 180 درجة. نحن للأسف نديروا فيه الشيء هذا وعارفينه غلط لكن مستمرين فيه. ممكن الهاتف هذا يريحنا مستقبل. هذا كان نقدر نقول اللايت فون 2 اللي حيتوفر في الأسواق الفترة الجاية. سعره مازال مش معروف، ممكن مستقبلا في حلقة أو في فقرة جاية من تكنولوجيا نعرف السعر مع بعض، وما أعتقدش أنه حيكون غالي بشكل كبير يعني. في خبر آخر لسكايب اللي تتفوق على واتساب وإنستغرام بهذه الميزة. نحن نعرف أن سكايب من نقدر نقوله من البرامج اللي يعني عملية أكثر، تستخدم في بعض الشركات وبعض المنصات الإعلامية بهدف مثلا نقدر نقول اجتماعات، مثلا لو كل واحد في دولة نقدر نجتمعوا مع بعض عن طريق لينك معين، بس انك انت تبعته مثلا للشخص اللي انت حاب انه هو يكون موجود معك. وزي ما حنشوفه توا في الفيديو اللي حنعرضه الكم على الشاشة، في اي مكان في العالم مجرد انه هو يدخل على اللينك ومثلا يسجل بياناته يقدر يكون موجودة معك أونلاين. أعلن شركة مايكروسوفت عن إطلاق ميزة جديدة ضمن تطبيق التراسل التابع لها اللي هو سكايب، تسمح بإضافة 50 شخص إلى المكالمة الصوتية والمرئية. يعني في نفس الوقت تقدر تدير ميتنج الخمسين شخص في مختلف اللي موجودين في مختلف دول العالم، في نفس الوقت يكونوا كلهم حاضرين على منصة سكايب، وذلك بعد أن كانت الميزة تخضع للاختبار على مدى الأسابيع الماضية. وقالت الشركة في منشور على مدونة سكايب، بدءا من اليوم تضاعف سكايب عدد الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا معا في مكالمة فيديو أو صوت جماعية. وأضافت يمكنك الآن الاتصال والتواصل مع تقريبا 50 شخص في مكالمة واحدة، كل ذلك كيف ما قلنا عن طريق لينك معين زي ما نشوفه في كله توا على الشاشة. الطريقة هذه ممكن هنا وضحنا بس الطريقة لثلاث أشخاص أربع أشخاص، لكن الأبديت الأخير لسكايب يعني نقدر نقول يتحمل أكثر من 50 شخص في مكالمة واحدة. وقالت سكايب مرة أخرى، وبفضل الدعم الموسع لمزيد من المشاركين تصبح سكايب متفوقة على عدد من التطبيقات التراسل الفوري الشائعة أخيرا كيف واتساب وجوجل هانج وإنستغرام، التي لا تسمح بهذا العدد من المشاركين في المكالمات الصوتية أو المرئية. تقريبا أغلب الأبليكيشنات الموجودة توا على الساحة ممكن شخصين تقريبا، أنا ما شفتش مثلا منصة تضيف أكثر من ثلاثة أشخاص لمكالمة واحدة، لكن هنا سكايب قاعدة تطور من نفسها وقاعدة تشتغل على نفسها أن الموضوع هذا يكون طفرة كبيرة جدا. أنا أعتقد أن فكرة أن الواتساب والإنستغرام وغيرها من الشركات هذه مش هتهتم واجد بالموضوع، لأن الموضوع أنا أشوف فيه عملي أكثر يعني للشركات وللمنصات العالمية أكثر من كونه أن شيء ترفيهي مثلا نفس الواتساب والإنستغرام. ممكن جوجل تشتغل على الشيء هذا بحكم أن هي أصلا يعني شيء له علاقة بمثلا جيميل أو كذا، وهنا نحكو على مايكروسوفت الأوتلوك أو الهوت ميل والأمور هذين كلهن، فهنا الموضوع حيكون عملي أكثر وللشركات أكثر. وأكدت الشركة أن هذه الإشعارات هي طريقة بسيطة وغير مزعجة للحصول على المكالمات والاجتماعات، سواء كانت بين العائلة أو الأصدقاء أو ضيوف البودكاست أو زملاء العمل. وكانت مايكروسوفت قد بدأت اختبار هذه الميزة في شهر مارس الماضي، ولكنها اليوم أصبحت متاحة لجميع مستخدمي سكايب حول العالم. قال أيضا، وتتوفر المكالمات الجماعية في النسخة الأحدث من برنامج سكايب على مختلف المنصات بما في ذلك أجهزة سطح المكتب اللي هي البي سي العادي والماك اللي هي الاي او اس وهواتف اندرويد وايفون وحواسب اندرويد وايباد اللوحية، يعني متوفر في كل الأجهزة الموجودة. يشار إلى أن إطلاق هذه الميزة يأتي بعد أقل من شهر من إطلاق نسخة معدة جديدها من تطبيق
كائب للويب مع مجموعة كبيرة من المزايا الجديدة، والتي تقدم خدمة الاتصال المرئي عالي الدقة ولوحة تنبيهات بتصميم جديدة ومعرض وسائط جديد إضافة إلى مزايا أخرى. سكايب مؤخرا حتى في موضوع الصورة رايحين متطورين بشكل كبير جدا، ما فيش أي ديلي، يعني صورتهم واضحة بشكل غريب جدا، وبصراحة هم متفوقين في الشيء هذا بشكل كبير جدا. في خبر آخر اللي هو نقدر نقول عليه اللي قالب الدنيا أو السوشيال ميديا كلها تحكي عليه، بالرغم من أن في حاجات أخرى ممكن تقدر تحكي عليه، لكن الخبر هذا ممكن نقدر نقوله عليه مش كل الناس حتفهمه. هنعطيكم فكرة بسيطة عليه وحنشوفه فيديو، ممكن لقطة من فيديو معين حيوضح لكم شن معنى قصة أن ناسا أو العلماء قدروا أن هم يلتقطوا الصورة الحقيقية أول مرة للثقب الأسود. تمكن الفلكيون من التقاط الصورة المباشرة الأولى على الإطلاق ل النتوء المستديرة الذي يحيط بالثقب الأسود الهائل، وتحتوي بعض المجرات التي تعرف باسم المجرات الراديوية على ثقوب سوداء فائقة الكتلة ونشطة للغاية. في فيديو جاهز معانا، خلينا نشوفوه لقصة الثقب الأسود وشنو هو بالتحديد. هذين كلن افتراضات علمية، ما زال ما في شيء على أرض الواقع، لكن الصورة حقيقية جدا من ناسا، وخلينا نشوف الفيديو هذا لفيلم لماثيو ماكونهي يوضح فيه قصة الثقب الأسود. She didn't do nothing. Murphy's Law. You're a well-educated man, Coop, and a trained pilot. And an engineer. The world doesn't need any more engineers. We didn't run out of planes and television sets. We ran out of food. Dad, why did you name me after something that's bad? Oh, we didn't. Murphy's Law. Murphy's Law doesn't mean that something bad will happen. It means that whatever can happen, will happen. We must confront the reality that nothing in our solar system can help us. Now you need to tell me what your plan is to save the world. We're not meant to save the world. We're meant to leave it. And this is the mission we were trained for. I've got kids, Professor. Get out there and save them. You have no idea when you're coming back. I'm coming back. We must reach far beyond our own lifespans. We must think. Not as individuals, but as a species. We must confront the reality of interstellar travel. Murph, I love you forever. خشة المركبة الأخيرة في اللقطة اللي شفناها توا هي كانت بالتحديد للثقب الأسود اللي يقدر يرجعك للماضي. تقريبا لو حابين تشوفوا الفيلم هذا انترستيلر لماثيو ماكوني تقدروا تعرفوا أكثر عن قصة الثقب الأسود. الآن ننتقل إلى الزميلة بتول. ورجعنا لكم مشاهدينا مع الفقرة اللي حبيتها هلبة واللي جتنا أسئلة على هلبة، هي فقرة إتيكيت. طبعا ضيفتنا زي ما تعودتوا على هالوجه اللي ديما معنا الدكتورة سلام سعد. أهلا فيك، صباح الخير. صباح بتول، كيفك اليوم؟ الحمد لله، كلي نشاط اليوم. أنا واضح هذا شيء جميل. دكتورة، بداية اليوم حنحكي على إتيكيت المرأة الحاملة. نعم. أنا أول ما سمعت بالموضوع استغربت وحتى سألتك تحت الهواء شن هو إتيكيت التعامل مع المرأة الحامل واللي شن يتقسم؟ نعم، عادة فترة الحمل هي واحدة من الفترات جدا مهمة بحياة النساء قاطبة، ولكن في بيتبع لها بعض القواعد يلي على المرأة الحامل بشكل خاص اتباعها، وأيضا على المحيطين فيها أو المعارف أو المتواجدين حول المرأة الحامل وحتى الغرباء لما يكونوا بحضرة مرأة حامل لازم يتبعوها.
ما ننسى أنه الحمل دائما بيكون مبهج، ولكن مش هيدي القاعدة. بعض النساء بيكون الحمل لهم غير مرغوب، لذلك كمان ما بيكون بهالطريقة اللي نحن لما نسمع امرأة حامل رح ناخذها أنه أكيد رح تكون فرحة. ممكن يكون الحمل مرغوب وممكن يكون غير مرغوب. لذلك بما أنه في عنا مجموعة أشخاص واحدة منهم هي امرأة حامل، رح نحاول نشوف كيف بيكون الأتيكيت تجاه الموضوع. طيب بداية مثل ما حضرتك تفضلتي إن إتيكيت تعامل المرأة الحامل مع حاملها، نعم، ليه قواعد، نعم، ممكن نعرف شن هي؟ نعم، بالبداية على المرأة الحامل تعرف إنه رح تمرق بتسعة أشهر، تسعة أشهر من حياتها ما حيكونوا مثل التسعة أشهر مثل الأيام اللي سابقة، ولح تعمل مارك أو علامة لحياتها المستقبلية، لح تتغير حياتها بشكل كتير كبير. لازم تعرف إنه الحمل منه مرض، الحمل هو حالة خاصة لازم تقدر تتعاطى هي وهي بشكل أساسي. لازم تعرف إنه في محلات بدها تهتم أيضا بالمحيطين فيها، وبدها تهتم بشكل أساسي بنفسها وبشكل أولي. منلاقي كتير سيدات لما يصيروا حوامل بيصير عندهم إهمال لنفسهم، إهمال للذات، إنه أنا حامل، أنا تعبانة، إتسترا. صحيح رح تكوني تعبانة، صحيح رح تكوني حامل وعندك كتير مشاغل، ولكن هالشي ما بيمنع إنه تهملي حالك. كمان النساء الحوامل لازم ينتبهوا إنه صحيح إنه بفترة خاصة فيهم كتير كتير، ولكن عليهم ينتبهوا إنه ما يحولوا محور حياتهم الحمل، يعني ما يكون الحمل هو الأساس بعلاقاتهم، ولا يكون الحمل هو أساس بتكلمهم. منكون بحضرة سيدات حوامل منحس إنه إذا قعدت معهم 24 على 24 ساعة موضوع أي حديث معهم رح يكون هو الحمل. جيد يكون عنا فرحة للواقع اللي احنا فيه، ولكن رجاء خلوا حياتكم تكون طبيعية، الحمل جزء منها ولكن منه هو كل حياتكم أو أساس حياتكم. طبعا دكتورة في هلبة نساء لما يكونوا حوامل أي شيء سيء يصدر منهم سواء تصرف أو أي شيء تاني يرموا فيه على الحمل، يعني عندهم عذر. يعني هذا الشيء عادي مقبول؟ مش مقبول. حلو الواحد يكون متصارح مع حاله ومع الآخرين، وحلو الواحد يقدر يوقف بموقف يقول إنه أنا أخطأت بهالمكان وأعتذر عن الخطأ اللي عملته. ولكن الحوامل كلنا بنعرف إنه بيكون في عندهم تغييرات بالهرمونات، تغييرات بالطباع، تغييرات حتى بحاسة الاستطعام، تغييرات جذرية بجسدهم. عندهم تسعة أشهر مش هينين، لذلك في كتير مثل ما تفضلتي وقلتي بتول بيحطوا العذر لأي سبب عم بيقوموا فيه على الحمل تاعهم. يمكن عندهم حق ببعض النقاط إنه ما بيكونوا براحتهم قبل، ما ننسى عندها تعب جسدي، تعب نفسي. لذلك خلينا ناخذ القصة على محمل جد ونقول إنه إيه، بعض النساء بيتأثروا أكثر من غيرهم بالحمل ونحاول نساعدهم. طيب هذا بالنسبة لقواعد تعامل المرأة الحامل مع محيطها، أما بالنسبة لقواعد تعامل المحيط مع المرأة الحامل، نعم، شنو هم؟ بالبداية قبل ما ننتقل للمحيط، لأنه في نقط كتير مهمة، بس بدي أرجع للحامل بشكل أساسي ونقول إنه عليها تعرف أيمتى تعلن عن حملها. مش كل الحوامل بيحبوا يعلنوا إنه هن حاملات. في بعض الستات لظروف عديدة بتخبي حملها لفترات لما يصير ظاهر ومبطل نقدر نخبيه، وعنده الحق كل شخص إنه يخبي، أو كل ست تقدر تخبي إنه إذا هي حامل ولا لا، وعندها الحرية تختار الوقت يلي لازم تعلن فيه عن حملها. ولكن السيدات العاملات يلي بيشتغلوا بمؤسسات أو بأي مكان ويلي بيكونوا ماسكين ملفات جدا مهمة، عليهم فور معرفتهم إنه هن حوامل يتوجهوا لمديرهم الأعلى أو للمسؤول عنهم ويخبروه إنه نحن حوامل، لأنه يمكن مش بسهولة يقدر يلاقي بديل يغطي عنهم فترة الأمومة، ويمكن يكون بدنا تحضير لنلاقي الموظف اللي بده يجي وياخذ الملفات منا وتدريبه لحتى يقوم بالمهمة. لذلك المرأة إلى الحرية تخبي حملها عن الجميع، ولكن بأماكن العمل لازم تعلم مسؤولينا فور معرفتها بالحمل حتى تقدر تخبرهم لياخذوا احتياطاتهم عند مغادرتها لفترة الأمومة أو لعطلة الأمومة، وخاصة إذا كانت بالتسعين يوم وما فوق. توا فيش سؤال وأنت تتكلمي خطر علي. تفضل. المرأة الحامل هل في إتيكيت لازم تتبعها في طريقة ارتدائها لملابسها؟ نعم، يعني ملابس اللي ترتديها، هل ممكن انها هي لازم تراعي قواعد معينه في الاتيكيت اما عادي؟ نعم، تقدر شو ما تبي. الاتيكيت الاول بالنسبه للمراه الحامل هو صحه الجنين والامراه. الموضه عزيزتي بتجي وبتروح،
ولكن الأناقة هي الأساس. على السيد الحامل ما تهم الأناقته، خليها تكون أنيقة، بتحس حالها فريش، بتحس حالها قدران تواجه الجميع. يمكن تكون بأوقات ما إلها جلدة تقدر تحسن بمظهرها، ولكن على الأقل يكون بالحد الأدنى. وأهم شيء تلبس ملابس ما تزعجها، ما تلبس أي ملابس ضيقة على البطن على الجنين، ما تلبس أي ملابس بتخليها ما تكون براحتها. ملابس الحمل حلو الواحد يمرق ويلبسهم. أهم شيء ما تلبس ألبسة ضغطة على البطن، وما تلبس ملابس غير متناسقة غير مريحة. الكعب العالي أكيد لصحتها تستغني عنه إلا إذا كانت عندها مقدرة خارقة بارتدائه. أهم قاعدة أنه يكون الملابس مريحة للطفل والجنين. طيب هيك احنا نكون سكرنا موضوع تعامل المرأة الحامل مع حملها وملابسها وإلى آخره. تو نشوفوا كيفية تعامل المحيط مع المرأة الحامل، كيف لازم يكون؟ بالبداية إذا القاعدة الأساس رجاء ما حدا يسأل أي سيد إذا كانت حامل ولا لا. يمكن نشوف سيدة ممتلئة، يمكن نشوف أنه هي عن جد حسينة حامل، ما نسألها حامل حضرتك ولا لا. خلي إصدار أو الإعلان عن الحمل يطلع من صاحبة الشأن، ما نتطفل. يمكن ما تكون حامل، يمكن تكون عندها شوية كيلوات زيادة على جسمها ما يكون كتير أحرجناها، يمكن عزيزة تكون حامل بس ما بدها تعلن الخبر، يمكن تكون خسرت طفلة الجنين حاليا أسقطته وبالتالي رح تحس بحرج لما حدا يسألها. لذلك رجاء استغنوا عن هالعادة لما نشوف سيدة ممتلئة أو سيدة بالفعل حامل، ونبادر أنتم الأسئلة عنها وتسألوا إذا كانت حامل ولا لا. خلوا خبر إعلان الحمل يطلع من السيدة الحامل شخصيا. النقطة الثانية، ما نحاول إذا عرفنا أنه السيدة حامل ما نحاول نكون أطباء بلا قيود وفورا نبلش نعطيها نصائح عملي هيك سوي هيك اتسترا. كل سيدة أكيد في عندها طبيب عم تتبع هي وياه. إذا هي طلبت منا مشورة أو سؤال ممكن نجاوب عليه، ولكن ما نكون خبراء وعم نعطيها نصائح لحنه بنشوفها بالمجتمعات. الكل بيصير عامل طبيب إضافي للمرأة الحامل، عملي هيك سوي هيك طلعي هيك. رجاء ما تحاولوا تفوتوا بهالإطار. النقطة الثالثة، رجاء ما تحرجوا السيد الحامل بسؤالها عن جنس الجنين. ما بعرف ليش عنا حشرية نحن البشر، خاصة لما نشوف امرأة حامل صبي ولا بنت، ما تسألوا هالأسئلة. إذا هي حبت تعلن هالشي خليها تعلن وما تفوتوا بالتفاصيل. رجاء ما تقارنوا الامرأة الحامل بامرأة حامل تاني، ما تقولوا لأنه واو شوف فلان لما كانت حامل كان جسمها كذا كان. ما تقارنوا هالحالة بأي حالة تانية، حتى ما تخلوها تحس بأي نوع من المقارنة هي ذاتها. وأيضا رجاء توقفوا عن عادة لمس بطون الحوامل. ما بعرف ليش بمجتمعاتنا بس نشوف امرأة حامل منحط إيدنا على بطنها. رجاء توقفوا عن هالأمر، ممنوع منعا باتا. خلي الحامل عندها خصوصية، عندها مساحة خاصة لجسدها. توقفوا عن لمس بطن الحامل حتى لو كان هاللمس معودين عليه، لازم نوقف هالعادة. آخر معلومة لفتتني هلبة، يعني لأني أنا من النوع هذا، لكن مش مع الناس الغرباء، مع الناس المقربين مني على طول. صحيح، إلا الحق إذا الناس المقربين، يمكن هي صديقتك امرأة حامل تقلك تعي شوف البيبي عم يحرك كتير حلو، جيد نشاركها المتعة. ولكن ما نتطفل على سيدات ما بنعرفهم أو سيدات العلاقة نحن وياهن منا كتير قوية لحتى نحط إيدنا ونلموس الجنين. طيب هذا بالنسبة للتصرفات، بالنسبة لمثلاً كيفية الكلام مع المرأة الحامل، كيف يكون، شنو المواضيع اللي احنا مفروض نتجنبه احنا نفتحوها معها؟ شنو تكون؟ رجاءً بتول سألتي سؤال كتير مهم. رجاءً ما حدا يخبر قصص الولادات المخيفة والمرعبة والوجع وانه يا لطيف شو حينطرك. رجاء اسكيب افوا هالفقره او هالمضمون. ما بعرف ليش في كثير ناس بيكون بطيبه قلب عم بيحاولوا يحكوا مع الحامل، بصيروا يخبروها عن اوجاع الولاده ويخبروها عن التعب اثناء الحمل وبيخبروها القصص اللي بتخوف والفظيعه. ما تكونوا انتم الاشخاص الناقلين لها، بسهولة فيها تقدر تحصل على هيك معلومات. دايما عطوها بوزيتيف فايبس، عطوها إيحاءات جيدة إنه أوكي رح تفتحي وإن شاء الله بتشوف البيبي وإتسترا، بس ما نروح على النقاط الصعبة. رجاء ما تعطوا نصائح بس لأنه بتعرفوا تقولوها، خلوا الحديث يكون إيجابي. طيب
هلبا يعني بدأت لو كانت كنا في مكانه تشتغل معنا مرأة حامل، حيكون في مثلا جدال أو نقاشات حاذة، كيف ممكن أن الإنسان يتصرف مثلا لو كان مع مرأة حامل وصار نقاش حاذ أو صار خلاف بيناتهم، شن التصرف الصحيح بحيث أنه هو ما يأثرش على نفسيتها أو يضرها؟ نعم، بالعمل بتمنى يكون الحديث محصور بإطار العمل، وبالعمل الجميع منعرف أنه يمكن نوصل لكونفليكت بسيط أو خلاف بسيط أو حتى يكون أقوى بالهيك بالأراء بأماكن العمل، ولكن بتمنى يكون في عنا كنترول لكيفية مواجهة الاختلافات يلي بتصير. لازم بأماكن العمل ناخد بعين الاعتبار أنه جميعنا سواسية، ما في فرق بين امرأة أو ذكر، الجندرة غير مقبولة، ولكن الجنتلمان بمكان العمل بيعرف انه زميلته حامل، بيعرف انه قد ما في حاول ما يعطيها مهمات اصعب عليها، نحاول كلنا نداريها، مع انه باماكن العمل وبالبروتوكولات بتقول انه ما بقى في فرق بين امراه او رجل بمكان العمل. وعاده السيدات الحوامل بيعرفوا بطريقه او باخرى كيف يتجنبوا هيك مخاضات، واذا هن ما كان عندهم هالمقدره على الاقل المحيطين فيهم يكون عندهم شويه اذا بدك مشاعر او شويه عاطفه لا يحاولوا قد ما فيهم يبعدوا عن هيك سجلات. هلا بالحياه الاجتماعيه كمان القصه بتكون نفس الشيء، انه قد ما فينا نعرف انه اللي عم نتعامل مع امراه حامل في مواقف ما فيها تقوم فيها، في امور ما فيها تقوم فيها مثل قبل لانه عندها حامل، واللطيفين والمزوقين هن اللي بيحاولوا قد ما فيهم يجانبوها اي صعاب ان كان جسديه او معنويه. طيب تو احنا حكينا ان الحاجات اللي مفروض بكري حكينا، لكن مش بتعمق ان الحاجات اللي مفروض المرأة الحامل مثلا ما تقولهاش او ما تحكيش فيها، ممكن نتعمق فيها شوية؟ نعم، الأشخاص المحيطين بالامرأة الحامل رجاء ما تحكوا بالمواضيع المخيفة لأي امرأة حامل. يعني إذا شفنا امرأة حامل بمنتصف حملها ما تقولوا لي انطري لتشوفي آخر الحمل شو حيصير فيكي، ابعدوا عن هالشي، ما تخوفوها، هي الردي عندها تغيرات بجسمها ما حتكون كتير مرتاحة. ما تحكوا عن ألام الولادة، وما تحكوا عن وجع الولادة، وما تحكوا عن المخاض الطويل اللي حتغوط فيه، ما تجيبوا سرتهم حتى لو كانوا صحيحين، ما تكونوا أنتوا الناقلين للسيء للامرأة الحامل. ما تخبروها قصص ولادات صعبة، يعني ما تقولوا لها يا حرام فلان راحت لتولد وصار معها مشاكل وإشكالات، ما تكونوا هولي مواضيع ما تحكوا عن، حتى لو كانوا مزبوطين، حتى لو كانوا حدثوا، انتقلوا للأمور الجميلة لأن ليهم تأثير على نفسيتها. صحيح صحيح. تو احنا خلاص حكينا على فترة الحمل، ما بعد الحمل شني كيف نتصرفوا مع مثلا ماشيين نزوروا في مرأة حامل؟ في هلبا ناس مثلا بعد ما المرأة تولد على طول يمشي يزورها في نفس اليوم في المستشفى، هل هذا الشيء صحيح في الاتيكيت؟ عادة ببلادنا العربية اللي بيزور الامرأة الحامل بعد الولادة هن العائلة المقربة جدا، وخاصة بالمستشفى، يعني بيكون دائما في ناس قاعدين مع الامرأة الحامل بعد الولادة أو الوالدة الحديثة بالمستشفى، هن العائلة المقربة والأصدقاء المقربين. ولكن من عاداتنا العربية الجميلة إنه الجميع بيجي بيزور ليبارك المولود الجديد وليبارك نجاة الوالدة من الولادة. عادة بتقاليدنا العربية ما منروح فورا، منعطي الولادة لحتى تقريبا أسبوع أو أسبوعين لتكون ارتاحت من عناء الولادة أو لارتاحت من الجراء العملية القيصرية إذا كان في عملية جراحية أو ولادة قيصرية. لذلك أفضل أوقات إنه ما نروح مباشرة، ننطر أسبوع أسبوعين لتهدى، ولكن بهالوقت فينا نودي لها رسائل تهنئة، فينا نحكي معها على التليفون. وزيارة الولادة في إلى كمان قواعد، يعني قبل ما نتوجه لنزورها يفضل دائما نتصل فيها أو بالمرافق، لأنه إذا كانت محظوظة بيكون حدا مرافق قاعد معها، نخبره أنه نحن رح نجي بهالوقت. وبالوقت الحديث بعالمنا حاليا صار في شيء اسمه تخصيص وقت للزيارات مثل ما عم نشوف، يعني بصير في إرسال دعوة بتقول أنه هل السيدة رح تستقبل المهنئين بين هالوقت ولهالوقت. كمان لازم نلتزم إذا كان في تحديد لوقت الزيارة، يعني الموضوع كتير كبير.
لأنه عادة بالولادة في عنا شيء عادات عربية، وفي عنا كمان عادات جديدة فاتت على مجتمعاتنا من حوالي 5 إلى 10 سنين، منا البيبي شاور أو الحفلة ما قبل الولادة، ومنا استقبال المهنين. هيدول بتخيل لازم نعملهم حلقة تانية أكيد. طبعا شكرا هلبة لانضمامك لنا اليوم، معلومات يعني ضافت لي هلبة، شكرا. أكيد حنشوفوك في حلقة تانية مع مواضيع مختلفة، ممكن أن حتى الموضوع هذا ناخده في حلقة تانية ونحكي عليه بتفاصيل أكثر، بالذات ما بعد لما نمشي نزوره مرأة بعدها كيف والدي. شكرا هلبة لانضمامك لي. شكرا لك عزيزتي، ميرسي. توا مشاهدينا من فقرة إتيكيت نمشي البريك، وبعدها يلاقيكم زميلي محمد في فقرة بيتكم.